اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقتنا هذه من برنامج سبعه أيام ونبدأ رحلتنا من الكويت هذه المره والتي استضافت ودعمت بقوه واشرفت على مؤتمر دولي حمل اسمها بعنوان إعادة إعمار العراق. الشعار والغايات والوسائل بروتوكوليا طغى عليها التفاؤل وتسارع العراقيون حكومة ومحافظات لحضور المؤتمر أملا بالحصول على 88 مليار دولار. لكن اجمالي اسهامات الدول المشاركه في مؤتمر اعاده في مؤتمر الكويت لاعاده اعمار العراق بلغت 30 مليار دولار. نسبة القروض والمشاريع الاستثمارية كانت هي الأعلى بكثير قياسا بالمناح وبعيدا عن البروتوكول وعن أضواء المؤتمر وفي كواليسه تحديدا لم يخفي المشاركون والمانحون مخاوفهم من شبح الفساد العراقي الذي يتربص بهم الدوائر ويضع فخاخه المتقنة, المتقنة لاصطياد أموالهم الفخاخ المصنوعه بخبره اكثر من عقد نجحت في نهب مال البلاد والعباد في الكواليس الكل يسال عن الضمانات وعن الامانات التي توقف شبح الفساد وتعطل فخاخه أموال واستثمارات يقدر حجمها بثلاثين مليار دولار جاءت كإسهامات من الدول المشاركة في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق لكن شبح الفساد المستشري على نطاق واسع أثار الخشية من عدم ذهاب هذا التمويل لتأهيل ما دمرته الحرب لم تكافح الحكومة العراقية وتضع هيئات النزاهة في العراق يعني آه مقاييس جديدة وطرق جديدة وادوات جديدة لاحتواء او تقليل نسب الفساد فان هناك مشكلة حقيقية سوف تواجه هذه الاموال الكبيرة التي قدرت باكثر من 30 مليار دولار في كواليس المؤتمر وبعيدا عن الاحاديث الرسمية، كانت النقاشات تدور بشان كيفية وصول الاموال الى مستحقيها لا الى جيوب الفاسدين ومن ترى سيدقق في صرفها ويشرف على اليه توزيعها. تنفيذ هذه المشاريع عبر هذه التمويلات ستكون اكثر دقه وستكون بمتابعه مباشره من الجهات المموله بالاضافه الى الشركات التي ستستثمر في قطاعات معينه حسب الاتفاقات ولذلك بعض المخاوف من ان هذه المبالغ سوف تذهب لجيوب الفاسدين وغيرها من الامور وبرغم ان الامر ليس سهلا في دوله عاليه فيها معدلات الفساد حينما يتطلب اقناع اصحاب المال والاعمال للعمل في العراق لكن رئيس الوزراء حيدر العبادي تعهد بتوفير الضمانات ونؤكد ان اصرارنا على محاربه الفساد كفيله باضفاء بيئه ناجحه تحت عمل واضح وشفاف ولن نتوقف عن محاربه الفساد، تلك الافه الخطيره التي لا تقل خطوره عن الارهاب، بل هي احد الاسباب لنشوء الارهاب. ولعل التدبير السيء لاداره المشاريع يعني انه سيشكل ضربه موجعه لعمليه اعاده الاعمار المنشوده. وبحسب مراقبين فان نجاح مؤتمر الكويت الدولي بات يتوقف على مدى التزام الحكومه العراقيه بالايفاء بتعهداتها لا سيما في القضاء على الفساد المستشري في البلاد. لبرنامج سبعه ايام سعد قصي دوله الكويت. مشاهدينا لنرحب بضيف حلقتنا هذه من بغداد رئيس لجنه النزاع النيابيه السابق والسياسي المستقل الشيخ صباح الساعدي. اهلا بك شيخ صباح وشكرا لحضورك معنا في هذه الحلقه من برنامج سبعه ايام. بدايه دعني فقط اذكر لك ما قاله وزير الخارجيه السيد الجعفري بالحرف بعد يعني بعد المؤتمر. قال كنا نامل مبلغا اكبر، الامر لا يشكل خيبه امل لكنه اقل من التوقعات. بصراحه هذا المبلغ في راي كثيرين اكثر من التوقعات التي يتطلع اليها سيد الجعفري. وكانهم يرونه يغمض عينا عن مخاوف جديه تستند لواقع عراقي صرف بل بدا وكان السيد جعفري لا يلقي بالا بالاعتراف الذي يعني اطلقه رئيس هيئه الاستثمار في المؤتمر ذات السيد سامي العرج الذي قال بالحرف ان المستثمرين يواجهون مخاطر كبيره لكنها تاتي في مقابل ارباح كبيره. كيف تعلق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك ولمشاهدي قناه الحره. أه طبعا السيد الجعفري كوزير للخارجيه مطلوب منه ان يتكلم بالفاظ وكلام دبلوماسي يجمل فيه الصوره لكن الصوره هي واضحه للكل سواء كان يجملها السيد الجعفري وزير الخارجيه او رئيس الحكومه او اي شخص اخر من مواقع المسؤوليه وبالتالي هم يطمحون ولكن الواقع الذي موجود هو امر اخر ان كانوا يغمضون عيونهم عنه فهو موجود او كانوا يفتحون اعينهم عليه فهو ايضا موجود. <applause> مساله الفساد في العراق مساله كبيره وخطيره جدا لعل المبلغ الذي وصلت اليه المنح الدوليه والقروض الدوليه في الكويت لا يساوي شيئا من المبالغ التي هدرت ونهبها الفاسدون. والذي تتجاوز أكثر من 250 إلى 300 مليار دولار وبالتالي لهذا نجد أن الجعفر يقول أن سيد الجعفر طبعا يقول أن التوقعات أو الطموح أكبر <applause> لماذا؟ لأنه يقيس المبلغ على ما هو في ذهنه من المبالغ التي خصصت في الموازنات السنوية الانفجارية التي مرت على العراق منذ عام 2008 إلى يوم الحاضر كموازنات كبيرة وصلت في بعضها إلى 130 أو إلى 120 مليار دولار في السنة الواحدة وبالتالي هذه الخطاب من الحكومة يعبر عما تعانيه الحكومه من تشويش واضح في ذهنيه مقايستها لواقع الفساد وطموحاتها في تاديه عمليه الاعمار وتنفيذ التزاماتها تجاه المواطنين، هذا التشويش والذهنيه المشوشه الاداريه مه. نتيجه التخبط في اداره مؤسسات الدوله بشكل واضح، مه. عندما تتكلم عن اعمار العراق يجب ان تكون عندك صوره واضحه عن ماهيه الاعمار ووسائل تنفيذ الخطط الاعماريه والبرامج والمشاريع التي يمكن ان تؤدي على الاقل الممكن لمحافظات مدمره بسبب الارهاب كذلك ما هي الضمانات الحقيقيه التي توفرها الحكومه لعدم ذهاب هذه الاموال مع خطر وايدي الفاسدين الممتده في شيخ جميع مؤسسات الدوله نعم شيخ صباح ما دمت نعم. ما دمت تذكرت قضيه الضمانات وقبل ان ندخل في تفاصيل قضيه الضمانات لانه ايضا سنناقشها حتى في الجزء المقبل من حلقتنا لكن آآ آآ الكثير من العراقيين يعني دعني اذكر قضيه مهمه وزير الخارجيه ذات الامريكي دعا الحكومه الى اعتماد الشفافيه ومحاسبه المفسدين ويدعى دعوه تتفق مع قول كثيرين بان الفساد الذي احتل العراق بأقصى مما احتله داعش يعني بعث هذه المره شبحه ليرافق كل المسؤولين العراقيين الى الكويت يعني رفع هاشتاج الكثير من العراقيين قال لا تعطوهم بايديهم يعني ويقصد طبعا يعني, يعني يقصدون المسؤولين العراقيين حتما مم. لانه مثل ما قلت من ضيع 250 مم. مليار يعني يعني ترى 30 مليار تروح هيك بغمضه عين نعم فيما يتعلق بقضيه الضمانات الحقيقيه التي يجب على الحكومه ارسالها كرسائل تطمينيه للجهات المانحه وللجهات المقرضه للعراق اذا كانت تريد ان ترسل صوره حقيقيه عما يمكن ان تقوم به عليها القيام بثلاثه امور اساسيه من وجهه نظرنا وذكرناها مرارا وتكرارا في السنوات التي عملنا فيها كرئيس لجنه النزاهه وبعد ذلك عضوا في لجنه النزاهه الامر الاول هو والاهم انه فتح ملفات الفساد في القضايا الكبرى التي يتهم فيها مسؤولون كبار والتي ركنت على الرف والعجيب الاعجب من ذلك انه عندما يقع المسؤول الكبير في قبضه القضاء نجد ان الغموض يلف ويدور حول قضيته ولا يكشف عنها اين وصلت فمثلا مع المجيب المدان الهارب وزير التجاره الاسبق عبد الفلاح السوداني نجد انه الكثير من الغموض يلف هذه القضيه مع انها من اكبر الملفات وقلنا سابقا ان السيد عبد الفلاح السوداني المدان هو الصندوق الاسود لقضية الفساد في العراق ليس في وزارة التجارة أوه. من وجهة نظرنا أن ملفات الفساد في العراق مترابطة أوه. وشبكة ومافيات الفساد مترابطة في كل مؤسسات الدولة أوه. فعندما يقع أحدهم يكشف عن كثير من الآخرين المرتبطين بملفات الفساد في المؤسسات الأخرى وليس في وزارته فقط أوه. فبالتالي هذا الصندوق الأسود يجب أن يفتح بأيدي حرفية مهنية إن لم يكن هناك محققين بارعين عراقيين ونحن نعتقد ان وجودهم موجود يعني واضح لكن اذا لم تعطى لهم الفرصه والضمانات الحقيقيه ممكن الاستعانه بخبراء دوليين في عمليه التحقيق لكشف خيوط الفساد في العراق عن طريق الصندوق الاسود عبد الفلاح السوداني هذا الامر الاول والمتعلق بكشف القضايا الكبيره الامر الثاني هو اعتماد مبدا الشفافيه والوضوح في المشاريع التي تطرح اليوم نحن نتكلم عن اعمار العراق ليس كلمه عامه وبشكل عام نتكلم عنه وإنما نتكلم عن مشاريع محددة تحدد قيمها وتحدد موازناتها وأماكنها والضمانات الحقيقية في تطبيق هذه المشاريع تعرفون ما كشف في السنوات السابقة عن أن هناك ستة آلاف مشروع إما وهمي أو معطل في العراق مهم. موازناته قد تصل إلى أكثر من 270 مليار دولار سته الاف مشروع اما وهمي واما معطل في في من مشاريع الموازنات السابقه خلال السنوات السابقه لهذا نعتقد ان الشفافيه الواضحه في المشاريع الاعمار في تحديد المحافظات التي تستهدفها هذه المشاريع في المبالغ المخصصه لهذه المشاريع وفي الضمانات الحقيقيه لتنفيذ هذه المشاريع من خلال شركات دوليه عالميه رصينه تستطيع ان تقوم بهذه المشاريع الكبرى <applause> كذلك حتى هذه المشاريع ما هي الاولويات في عندما تتزاحم وتتعارض هذه المشاريع مع قله التخصيصات التي حصلت في مؤتمر الكويت للدول المانحه في اعمار العراق <applause> هذه الضمانه الثانيه الضمانه الثالثه الاساسيه التي نعتقدها واضحه ان الحكومه الى الان الى الان الحكومه لم تقدم على ابراز من هم الفاسدون الحقيقيون رغم دعواتها بشكل كبير بل ان هناك عملية محاربة ومحاسبة ومساءلة لمن يكافح الفساد، تعرفون قضية باسم خشان اللي في السماء واللي حصلت وكيف أن من يحارب الفساد يحكم عليه بالسجن لمدة سنوات ست سنوات لأنه حارب الفساد ولأنه تكلم عن الفساد ولأنه أنه فضح بعض قضايا الفساد الكثيرة اللي موجودة في تلك المحافظة المظلومة المنكوبة ونجد أن بحجة التشويه السمعة وبحجة القذف أن المحارب للفساد إما يستبعد او يحاسب او يسال وهذا مضى كثيرا في الدوله العراقيه الحديثه بعد عام 2003 نجد ان المكافحين مم. للفساد هم الذين يقعون تحت سطوه القضاء، اما الفاسدون الذين يستهدفهم المكافحون للفساد في فضحهم لملفات الفساد فتكون لهم اليد الطولة في مم. مقابل الاخرين، اعتقد انه بشكل واضح وصريح لا توجد اي ضمانات حقيقيه مه. لحمايه المحاربين للفساد والمكافحين للفساد، والدليل على ذلك هي قضيه باسم خشان، وان كنت انا طبعا احيي ائتلاف سائرون الذي اصر على ابقاء باسم خشان مرشحا عنه في محافظه المثنى، نعم. رغم المحاولات التي حصلت امس لاستبعاده بالمناسبة... من الترشيح، اعتقد ان هذا نعم شيخ صباح بالمناسبه دعني اذكر ان يعني محافظه المثنى طبعا سجلت اعلى نسب فقر من جميع محافظات العراق يعني حسب اخر نعم. يعني البيانات وال إحصاءات يعني على عن قضيه الضمانات تعتقد مهما قدمت الحكومه العراقيه من ضمانات وايضا سنناقش هذا الموضوع يعني لاحقا الا تعتقد ان الاحزاب المتنفذه او حيتان الفساد قادرون ايضا على الالتفاف على هذه الضمانات و, و... وتفكيكها بكل بساطه ليس الامر كما كان في السابق باعتبار ان هناك حراك جماهيري قوي يطالب بعمليه مكافحه الفساد، المرجعيه الدينيه العليا في النجف الاشرف ضاغط كبير وعنصر فاعل في عمليه الضغط على الحكومه من اجل فضح ملفات الفساد الكبيره ومحاسبه الفاسدين الكبار، كذلك فيما يتعلق ببعض القوى السياسيه التي نشأت جديدا من خلال تحالفات اعتقد سياسيه في الانتخابات القادمه ستكون مؤثره بشكل كبير على الحكومه من اجل ان تقوم باعطاء ضمانات حقيقيه فيما يتعلق بمكافحه الفساد. فعناصر ثلاثة ضاغطة ممكن أن تؤدي دورها حراك جماهيري نعم. تشكيلات سياسية ومرجعية دينية عليا طيب. نعم الشيخ صباح سعدي وأنتم أعزائنا المشاهدين بعد الفصل ضمانات العبادي وطعم البصرة هل يصطادان المستثمر الدولي الخائف؟ انتظرونا أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس ستيلرسون في مقابلة حصرية مع قناة الحرة أن من المهم جلب ممارسات وقيم الشركات الأمريكية للعراق بعد تحقيق النجاح على المستوى الأمني وطرد تنظيم داعش. وأكد تيلورسون أن الاستثمار في العراق ستزداد نسبته على القطاعين الخاص والعام بمرور الوقت بعد هزيمة التنظيم الإرهابي، وهذا سيساعد بدوره المؤسسات أو مؤسسات الاقتراض وأوبك وصندوق النقد الدولي وغيرها في فهم الموقف جيدا لإتاحة الفرصة لهم. في مساعده العراق. اعتقد ان الاهميه تكمن في جلب اموال الاستثمار للعراق وخلق فرص عمل وتنميه الاقتصاد عدا هذا جلب ممارسات الشركات الامريكيه والقيم الامريكيه الى العراق. الشركات الامريكيه معتاده على التعامل مع نظم فيها سياده قانون واعتقد ان هذا يعزز نجاح العراق على المدى الطويل احداث هذا اليوم من الواضح انها لم يقصد من ورائها ان تكون للدول المانحه وانما لاتاكد من ان الشركات والقطاع الخاص ومؤسسات الاقراض الاخرى لها فهم جيد للموقف في العراق بعد هزيمه داعش والفرص المتاحه وايضا لتوليد الاهتمام بشان العراق كمكان جيد للاعمال والفرص الاقتصاديه ومن خلال عمل هذا الكثير من الاعمار سيتم في كل من القطاعين العام والخاص ومؤسسات الاقراض واوبك اكسام والمزيد من المصارف وصندوق النقد الدولي كل هذه مهمه للتاكد من مستقبل العراق المشرق وتحدث تيلرسون عن مستقبل الوجود الامريكي في العراق حيث إيه اكد ان الولايات المتحده ملتزمه بمساعده العراق عسكريا حتى التاكد من عدم عوده داعش اليه مضيفا ان العراق مقبل على انتخابات النيابيه وان مساله الوجود الامريكي ستناقش مع رئيس الوزراء حيدر العبادي والحكومه العراقيه ما بعد الانتخابات لو كنت تسال عن عن وجود الحكومه الامريكيه او الوجود العسكري هذه مساله ستناقش مع حكومه العراق مع رئيس الوزراء العبادي وبالطبع هناك انتخابات قادمه في العراق ونحن لا نزال موجودين في العراق للتاكد من ان داعش لن تعود من جديد لقد هزمناهم عن طريق انتزاع كل الاراضي منهم في العراق ونعرف وكما يقر رئيس الوزراء العبادي هناك عناصر من داعش لا تزال تشكل تهديدا للعراق وسنبقى طالما اننا متاكدون من التعامل مع هذه التهديدات الاجتماع الوزاري اليوم للتحالف الدولي هزيمة داعش كان فرصة مهمة جدا لكل أعضاء التحالف للالتقاء سويا وإدراك النجاحات التي تم تحقيقها في العراق وسوريا نعرف أن هزيمة داعش أو داعش هي تهديد عالمي ونتشاطر الفرص لتحديد كيف يمكن للمقاتلين الاجانب ان يعودوا الى بلدانهم، ايضا متابعه الناس الذين كانوا منخرطين مع داعش والاتفاق على مبادئ توجيهيه يمكن ان توجهنا في المستقبل. شيخ صباح السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي قدم البصره كقبله للمستثمرين، لكن هذه القبله يتوجه اليها اليوم السلاح والعصابات والفساد وصراع العشائر والميليشيات المنفلتة كيف يمكن ان تجمع هذه القبله المستثمرين ورجال رجال الاعمال مع يعني هؤلاء جميعا يقينا ان محافظه البصره باهميتها الاقتصاديه الكبرى وموقعها الاستراتيجي استراتيجي في قلب الشرق الاوسط لها ما يجعل منها قبله لكل المستثمرين سواء كانوا محليين او دوليين وبالتالي الحكومه فعلت حسنا بانها تجعل البصره هي اساس في عمليه الاعمار والاستثمار في المحيط الدولي والاقليمي لكن عليها كذلك ان تجعل من البصره منطقه امنه تستطيع من خلال عملياتها من خلال فعالياتها الامنيه ان تجعل منها حقيقه مناخ استثماري واقتصادي يعم خيره لكل العراقيين كما هي الان الان العراقي يعتاش على ما تقدمه البصره من نفطها ونفط العراق الموجود في داخل البصره فاذا لم تقدم الحكومه اي ضمانات حقيقيه باستقرار واقع البصرة سواء كان من الصراعات العشائرية أو من الوجود المسلح لبعض العناصر والفصائل المسلحة خارج إطار الدولة فأعتقد أن هذا التقديم تقديم سيء لا يمكن أن يؤدي إلى جلب رؤوس الاموال والاستثمار الى محافظه البصره، طبعا كل ذلك يكون على اساس ان البصره تكون عاصمه اقتصاديه للعراق، وهذه العاصمه الاقتصاديه الى الان لم تحصل على حقوقها من العراق رغم ما تقدمه منذ ان تشكلت الدوله العراقيه عام 1921 الى اليوم الحاضر يعني ابسط حقوق شيخ صباح هو المي الحلو يعني ما البصريون يعني لا يشربون ماء ماء الحلو ما نعم يعني نعم الا نعم. ان ماء مجن مثل ما يقول العراقيين ولكن نعم. صالحا اللي... ب... بالضبط لا... ليس صالحا للشرب استاذ ناصر ابدا نعم هذا هذه حقيقه للاسف الشديد ولكن امام المشهد السياسي والطبقه السياسيه الموجوده حاليا وامام هذه التحديات ونحن يعني مقبل العراق على انتخابات وصراع انتخابي كبير سيتسابق الكثير لاسقاط بعضهم البعض في هذه في هذا المشهد هل يمكن حقا للحكومه العراقيه ان تؤمن يعني البصره أم يعني وتضبط امنها يعني البصره منفلته لا احد يعني أنا عندي لا احد يشك في هذا الامر الاشكاليه الحقيقيه التي ممكن ان تثار استاذ ناصر يعني قبل الاجابه على سؤالك ان م. توقيت مؤتمر اعمار العراق في الكويت هو توقيت ليس صالحا ليس مناسبا من وجهه نظر الخاصه لانه سبق الانتخابات بعده اشهر وبالتالي سوف تحاول احزاب الفساد حيتان الفساد الزج بمستثمريها الذين تربوا وترعرعوا في الدولة العراقية بمستثمري الأحزاب الفاسدة ورؤوس رؤوس الفاسدين في هذه المشاريع التي ستأتي بالعمار فالخوف أيضا يعني كنقطة إضافية لما ذكرناه سابقا الخوف من أن الاستثمار الحقيقي سوف يكون استثمارا انتخابيا من خلال أن تكون هذه الأموال رصدا للأحزاب وليست للمحافظات المتضررة والمهدمة بسبب داعش وبسبب الإرهاب وبالتالي هذا أيضا يضاف إلى نقاط الخلل التي وجدت في مؤتمر الكويت فيما يتعلق بعمار العام. أما فيما يتعلق بأمن البصرة نعم لا يمكن لاحد ان يقول ان امن البصره مستقر وان البصره مستقره امنيا بحيث انها تستطيع ان تكون مناخ ان تشكل مناخا استثماريا واقعيا اذا كانت مناخ استثماري عالمي او مناخ استثماري لا. دولي اما الان في هذا واقعها لا يمكن ان يكون ذلك فالحكومه بما لديها من صلاحيات امنيه وبما مهم. لديها من امكانيات امنيه عليها ضبط هذا الامر بشكل بشكل او باخر مهم. طبعا هذا لا يكون على حساب حريه المواطن في ممارسة في ممارساته السياسيه وان لا تستهدف بعض الطبقات السياسيه بسبب حجه حجه الاستقرار الامني نعم. يجب ان يكون هناك حرفيه ومهنيه عاليه في تطبيق الامن على الجميع واستقرار البصره هو استقرار لكل العراق يقينا نعم شيخ صباح ثاني اسال عن الوجود الامريكي يعني في العراق يبدو ان البعض ممن حلا له حمل السلاح يريد اليوم بعد هزيمة داعش أن يحتفظ بالسلاح وبسطوته وهيمنته مستخدما حجة الوجود الأمريكي والمقاومة وشعارات الاحتلال والاستعمار والاستكبار يعني كلها هاي يعني وصفات مستوردة طبعا من من إيران بحسب المراقبين والخبراء بالجماعات والميليشيات المسلحة هؤلاء يتجاوزون حقيقة أن هذا الوجود مرتبط باتفاقية تعاون استراتيجي تفصل فيها الحكومة العراقية فقط وليس من المنطقي أن يتمنبر يعني كل من له فصيل مسلح ليطلق الوعيد والتهديد لدول يرتبط العراق معها بمصالح استراتيجية يعني تتفق مع هذا القول أم ترى أن يعني من حق أي واحد أن يهاجم كما يشاء طبعا مساله مقاومه الاحتلال ودفع اي احتلال خارجي هذا حق للشعوب لا يمكن لاحد ان ينكره <applause> ما دامت هناك صفه الاحتلال تربط اي تواجد اجنبي غير رسمي غير مرتبط بالاتفاقات بين الدوله وبين هذه القوات العسكريه فمعناته انه هذا الاحتلال موجود وبالتالي لابد اما من خلال الطرق الدبلوماسيه اخراجه او اخراجه بقوه السلاح عن طريق الاراده الشعبيه العامه التي تدعم المقاومه في تحرير الارض، اما اعطاء فرصه للمجاميع المسلحه غير المنضبطه بحجه بهذه الحجه او اي حجه اخرى بامكان الحكومه من خلال بيان واضح وموقف صريح حول طبيعه التواجد الامريكي مقداره طبيعته مهامه مدته <applause> هذه لا بد أن تكون الحكومة واضحة فيها حتى لا نعطي الفرصة بشكل واضح خصوصا أننا نعتقد أن القوات العراقية قد تطورت بشكل كبير من خلال محاربتها لداعش قواتنا الأمنية أصبحت بجاهزية كبيرة قواتنا المسلحة سواء كانت الشرطة الاتحادية جهاز مكافحة الإرهاب الجيش العراقي القوات المساندة له من قوة الدفاع الوطني ممكن أن تكون التي دخلت في محاربة داعش ممكن استثمارها وزجها أقصد بها فصائل الفصائل التي شاركت القوات الامنيه وتحت اشراف الدوله ممكن ان تزج في القوات الامنيه ويرتب وضعها امنيا رسميا عسكريا بحيث لا تكون الا سلطه الدوله هي السلطه الموجوده وبذلك من خلال هذا الشفافيه الواضحه فيما يتعلق بالتواجد الامريكي او او اي تواجد عسكري اخر لاي دوله اخرى نستطيع ان نحفظ العراق من الانحدار الى الصراع الداخلي بسبب هذا التواجد واعتقد ان القوات الامنيه بامكانها ان تكفينا المؤنه من اي تواجد عسكري اخر في العراق غير مرغوب فيه شعبيا او غير مرغوب فيه عسكريا وحكوميا. اليوم الحكومه العراقيه مدعوه بشكل واضح وصريح من <applause> خلال رئيس مجلس الوزراء المحترم ان تقدم توضيحا للشعب العراقي حول طبيعه التواجد الامريكي او اي قوات اخرى مدتها عديدها اماكنها المهام الموكلة إليها من خلال ذلك سوف نستطيع أن نحدد طبيعة التعامل صباح. مع هذه القوات نعم شيخ صباح حقيقة السيد رئيس الوزراء لأكثر يعني أنا تابعت ربما أغلب مؤتمرات اللي يقيمها كل يوم ثلاثاء يعني كان في كل مرة يسأل عن الوجود الأمريكي يقول هو وجود للتدريب فقط وليس هناك قواعد عسكرية ولا يوجد اي تحرك عسكري امريكي سواء في الجو او البر بعيدا عن الاتفاق مع الحكومه العراقيه ومع القيادات العسكريه العراقيه هو دائما يكرر هذه الجمله ولكن يبدو ان الكثير يعني لا يريد ان يقتنع بهذا الامر لمجرد ان لديه ربما خلاف عقائدي مع امريكا كاسم يعني كدوله يعني بنصف طبعا التواج طبعا التواجد الامريكي في, في في العراق يجب ان يكون محكوم وفقا للاطر القانونيه التي وضعتها الدوله العراقيه والحكومه العراقيه غير هذا يكون تواجد ليس شرعي ولا قانوني هذا من من جهه ومن جهه اخرى طبعا مساله التدريب والجاهزيه التي تقوم بها القوات المستشارين او الخبراء او القوات الامريكيه أو القوات العراقيه يجب ان تكون واضحه ليس شعار فقط من قبل رئيس مجلس الوزراء يجب ان تحدد هذه مدد وها وطبيعة عملها وأماكن تواجدها بشكل صريح يجب أن يكون الكلام مع الشعب العراقي ومع كل الفصائل السياسية. نعم. الشيخ صباح سادي وأنت أعزائي المشاهدين مجلس النواب فصل تشريعي بوقت ضائع في أجندات فوضوية بعد فاصل الاخباري. الفوضى ما زالت تلعب دور البطولة تحت قبة مجلس النواب وتنتقل من ساحة لأخرى لتدس فيها أجندة الساسة وصفقات المتنفذين منهم وتمزق صفحات ملفات القوانين المهمة وتبعثر حزمة التعديلات بما يتلامى أطماع الحالمين بالعودة للكرسي البرلماني كما وتستخدم عصا النصاب من أجل وقف قانون الموازنة وتعطيله من أجل إرضاء مزاج المكونات التي تبحث عن الأموال في عراق غادره تسونامي الأموال وترك على ساحله نفايات التقشف وزبد الفاسدين مجلس النواب في فصله التشريعي الأخير المطل على انتخابات حاسمة ساحة فوضى عارمة لا يعلم أحد متى ستهدأ وتستقر لتخرج بما يفيد المواطن الخاسر الأصغر لا السياسي الرابح الأكبر جلسات عديدة لم تسفر سوى عن نتيجة واحدة هي التأجيل المتكرر انهى مجلس النواب جلسته الثانيه عشره التي تم استئنافها اليوم القراءه الاولى لقانوني نقابه المبرمجين العراقيين والمرور في ظل استمرار مقاطعه النواب الكرد لجلسات المجلس وتهديدهم بالانسحاب من العمليه السياسيه في بغداد في حال اقرار الموازنه الاتحاديه دون التوافق عليها حضور الساده النواب هذا اليوم كان قليل جدا في الجلسه، رغم انها جلسه استئنافيه وليست جلسه جديده، لكن بطبيعه الحال عتبنا كبير على الساده النواب المتغيبين. اذا صوت مجلس النواب بالاغلبيه العدديه على تمرير الموازنه سيكون لكل حادث وحديث ويجب على الكتل الكرديه والقيادات السياسيه هذه المره ان تتخذ قرار واضح وصريح وجريء بان تعمل على مقاطعه بغداد لان بغداد تريد ان تقرر ونحن نرضخ هذه المره لن نقبل بهكذا امر. هذه المقاطعه لجلسات المجلس لم تكن الوحيده التي تؤثر على انعقاد الجلسات فنواب البصره ما زالوا يبدون امتعاضهم من الموقف الحكومي حيال حقوق محافظتهم كاشفين عن تقديم الحكومه مقترحا لهم لمناقله تخصيصات المحافظات المحرره الى المحافظات المنتجه للنفط وهو ما رفضه نواب البصره رئيس الوزراء قال إذا كنتم تطالبون حقكم إيه أنتم المحافظات المنتجة سوف تكون مناقلة وهذا لم نقبله لأن نحن لا نقبل بمضرة المحافظات المحررة لأننا لا نقبل بذلك وحمل نواب هيئة رئاسة المجلس مسؤولية تعطيل أعمال مجلس النواب لعدم تمكنها من تقريب وجهات النظر بين الكتل النيابية وإدراجها القوانين الخلافية على جدول الأعمال فشلت هيئه الرئاسه وفشلت الكتل السياسيه التي تقود مجلس النواب العراقي كان لزاما على هيئه الرئاسه مع الكتل السياسيه مع اعضاء مجلس النواب ان يوضعوا يعني خط شروع لإدارة الجلسات كأن تكون التصويتات التي تصب في مصلحة الشعب العراقي لديها الأولوية والأهمية ومن ثم نذهب إلى الخلافية وكذلك كان لزاما على مجلس النواب العراقي أن لا يشرع في قضية قراءة الموازنة قراءة أولى وثانية إلا بعد التفاوض والتفاهم مع الحكومة العراقية صباح ربما سأكرر يعني مجلس النواب والمتابع لجلساته يعني جلسات فصل التشريع الاخير يرى بوضوح التخبط والفوضى وغلبه السياسه والاحزاب واجنداتها الموضوعه على على ادائه، وكانه كتب على البرلمان العراقي في كل دوره له ان يفضح يعني ربما اكون قاسيا خيباته كلها جمله وتفصيلا في اخر ايامه، في الوقت الذي يفترض ان المرأة في اخر ايامه يسعى للتوبه من ذنوبه او او بلاويه سميها ما شئت، على الاقل لتصحيح مساره الاعرج. طبعا مجلس النواب ابتلي بمشكله عقيمه لعلها مستمره الى اليوم الحاضر وما نشاهده من التخبط في اداره جلساته هي مشكله ان عدم وجود استراتيجيه واضحه في مجلس النواب واتذكر اني كتبت للسيد رئيس مجلس النواب الحالي الدكتور سليم الجبوري استراتيجيه مجلس النواب الرقابيه لمجلس النواب وقدمتها له وكنت آمل انه تاخذ مدياتها فيما يتعلق بالرقابه وكذلك فيما يتعلق بالتشريع المفروض ان تكون هناك باعتبار ان المهمتين الاساسيتين لمجلس النواب هو التشريع والرقابه وكان المفروض ان تكون لدى مجلس النواب منذ اليوم الاول الذي يضع فيه رئيس مجلس النواب الجديد الحالي قدمه في غرفه رئاسه مجلس النواب يجب ان يكون لديه استراتيجيه واضحه فيما يتعلق بالتشريع استراتيجيه واضحه فيما يتعلق بالرقابه على اساس ذلك يكون عمل مجلس النواب اربع سنوات انا استغرب من بعض النواب الذين تحدثوا الان ولا ارى اشكالهم طبعا <applause> يقولون بانه الان يجب ان نضع استراتيجيه للقضايا المتعلقه اللي هي اتفاق القضايا المتفق عليها ثم بعد ذلك القضايا المختلف عليها هذا اخر الزمان في مجلس النواب تاتي وتضع استراتيجيات المفروض انه منذ اليوم الاول في مجلس النواب عندما تضع قدمك انت عندك استراتيجيه رقابيه وعندك استراتيجيه التشريعيه وعندك باقي المهام التي أساس، التي وضعها الدستور لمجلس النواب وهي 11 مهمه يجب ان تنجزها وفق التوقيتات الدستوريه التي وضعت لها سواء كانت توقيتات دستوريه او توقيتات في استراتيجيات، اما انه تاتي في اخر ايامك وتحاول قدر الامكان ان تنجز ما تريد ان تنجزه خلال اربع سنوات فهذا ممكن انه يقينا ليس ممكن ويقينا انه لن يحدث ابدا وهذا ما حصل في الدوره النيابيه الاولى وفي الدوره النيابيه الثانيه والآن في الدوره النيابيه الثالثه، التخبط في إدارة جلسات مجلس النواب من خلال إدارة الخلافات السياسيه بعيداً عن استراتيجيات واضحه في التشريع والرقابه يؤدي إلى أن مجلس النواب هو يتحمل المسؤوليه الكامله عما يحدث من فوضى تشريعيه وفوضى رقابيه. لما انت تضع استراتيجيه تضع قدمك الاولى بالشكل الصحيح، اما اذا انت تتخبط وفقا لكل ما يريد هذه القوى السياسيه او تلك القوى السياسيه او هذا المكون او ذاك المكون، عند ذلك لن يكون لديك اي وجود كاداره لمجلس، الرئاسه تتحمل مسؤوليه كامله عما يجري في جلسات مجلس النواب، لانها هي التي تدير، هي التي تضع جدول الاعمال، هي التي تحدد الاولويات في التشريع، هي التي تتفق مع الحكومه وهذا طبعا لابد أن يكون هناك اتفاق مم. مع الحكومة فيما يتعلق بأولويات التشريع ما هي القوانين التي تخدم المواطن التي تريدها الحكومة ما هي القوانين التي تخدم المحافظات التي يقترحها نواب المحافظات ما هي القوانين التي تريدها السلطة القضائية ما هي القوانين التي تريدها المؤسسات الرقابية؟ هذه كله يضع ضمن استراتيجية واضحة تحدد لها مدد زمنية خصوصا أن القانون اي قانون مشروع القانون عندما ياتي لا يتجاوز حده القانوني عشره ايام لتشريعه تلاحظ استاذ ناصر؟ لان قراءه بعد ذلك يومين قراءه ثانيه بعد ذلك باربعه ايام التصويت عليه فمجمل فمجمل مناقشاته ما تتجاوز العشره ايام الثمانيه ايام وبذلك نستطيع انه ننجز اكبر عدد من المشاريع التي تخدم المواطن تخدم المحافظات تؤسس لدوله حقيقية اكو 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 قوانين نعم صار لها عشر سنوات ما تشرع يعني ناقشوها باربعه وقروها باربعه لماذا؟ يعني نعم لغياب الاستراتيجيه دعني أشيد الى قضيه مهمه في مجلس النواب يعني نعم. وانت تتابع حركه الدورات الثلاث يعني وربما انا ايضا اتابع يعني هذه القضيه بشكل دقيق، وجدت انه دائما الموازنات تمر بالسنه الاولى والثانيه والثالثه الفصل التشريعي، لكن السنه الاخيره والقريبه يعني دائما سنه الانتخابات تصير الموازنه دم كليب، يعني ما اعرف ليش. لعل السبب الحقيقي وقد يستغرب البعض ان الموازنه للسنه الاخيره تدخل ضمن المساومات فيما يتعلق بطبيعه الهيكل السياسي الجديد لما بعد الانتخابات. الهيكل السياسي الجديد لما بعد الانتخابات يدخل ضمن مساومات اقرار قانون الموازنه، ماذا تضع لي من مشاريع؟ ماذا تضع لي من نسبه؟ ماذا تضع لي كذا حتى انا بالمرحله القادمه اصوت لك كرئيس وزراء او اصوت لك ككتله اكبر او اصوت لك على المناصب هذا من جهه، ومن جهه ثانيه اعتبار ان هذه الموازنه هي الموازنه الفعليه التي ستجري فيها الانتخابات. في السنه التي ستجري فيها الانتخابات وبالتالي النواب يريدون او بس مو بس النواب حتى الوزراء يحاولون قدر الامكان ان يجعلوا المشاريع في المحافظات التي سينزلون بها مرشحين حتى يقولون اننا جبنا لكم اموال وجبنا لكم موازنات وبالتالي هذا التدافع في كثره المشاريع على مود الانتخاب وعلى مود الجذب الناخب بهذه الطريقه واعتقد انها اصبحت قضايا مفضوحه لا تمر على المواطن العراقي واذا إذا مرت فهو شأنه يعني ماذا نقول غير ذلك يبدو أيضا أكو يعني جدا مهمة هذه القضية أستاذ الشيخ صباح وهي قضية أنه دائما في الفصل التشريعي الأخير لمجلس النواب يكون حضور قادة الكتل السياسية هو الأكثر يعني وانا نتحدث اليوم هناك ربما اجتماع رئاسة المجلس مع قادة الكتل السياسية من أجل الاتفاق على تمرير الموازنة وكان النواب في هذا الفصل التشريعي الاخير يصبحون يعني دمى يسموها ماريونيت بالمسرح يعني او بال يعني الاسم الفني لها يحركهم من؟ رئيس الكتله الفلانيه ورئيس الكتله الفلانيه ورئيس الكتله الفلانيه وبالتالي ليمرر او لتمرر الموازنه من اجل اعاده انتاج المشهد العراقي ذاته وهو مشهد يعج بالفشل. طبعا يقينا ان قاده الكتل السياسيه هم اعضاء في مجلس النواب المفروض قاده كتل نيابيه وليس كتل سياسيه لان بعض القاده السياسيين ليسوا جزءا من عمليه التشريع والرقابه فالقادة النيابيين الموجودين في مجلس النواب هم طبعا ملزمين بأنه يدفعون نوابهم للحضور وعدم مقاطعة الجلسات ولهذا تحصل مثل هذه الاجتماعات للدفع بهم لكن انا اعتقد ان السبب اكثر غرابة أن البعض يعتقد نفسه أنه لن يعاد انتخابه وبالتالي لا يتحمل لا المسؤولية الأخلاقية ولا المسؤولية الوطنية وعلى حتى المسؤولية الدينية بأن يكمل آخر جلسة وفقا لانتخابه كنائب بل يجعل من الفصل الأخير الفصل التشريعي الأخير فصل لا. للنزهة فقط يحضر فقط في وقت معين نعم شيخ صباح سادي وأنتم أعزائنا المشاهدين بعد فصل أخير أطفال العراق مستقبل فقير ماديا وعلميا وتربويا humana كشف مسؤولون محليون في بابل عن تنامي ظاهره التسرب من المدارس وعدم الالتحاق بالدراسه. عزينا السبب الى سوء المناهج التعليميه التي تصيب الطالب بالنفور وعدم وجود بيئه دراسيه ملائمه متمثله بالابنيه المدرسيه المتهالكه وفشل وزاره التربيه ومؤسساتها في احتواء الازمه. أطفال بعمر الورود كتب عليهم القدر العيش تحت سقوف هذه العشوائيات في الحلة ليتذوقوا طعم الفقر والحرمان وهم في هذه السن المبكرة فقر حرمهم من التعليم والجلوس على مقاعد الدراسة ليكونوا تحت رحمة الشارع وقسوة الظروف المحيطة بهم بلا قراءة أو كتابة أنا ما مسجل بالمدرسة ولا هاي أنا استقال من أضوج عليهم وهاي ما عندنا لا فلوس ما اعرف اقرا ولا اكتب تبطل من المدرسه؟ مبطل انا كنت بالمدرسه وصلت الصف الثالث وبطلت ماتت والدتي سكان هذه المناطق وهم خليط من افراد المجتمع المحلي ونازحين وفقراء هاجروا من الريف الى المدينه اكدوا ان الظروف المعيشيه الحرجه هي السبب في عدم التحاق هؤلاء الاطفال بمقاعد الدراسه اطفال عندي ابنهم عمره سبع سنين هم بالمدرسه. هل يشوف المنطقه خايسه وهاي ماكو تعيين لها؟ اعداد كثيره وعلى مستوى شباب صار التسرب من المدارس اساسا ماكو متابعه وتكشف السلطات المحليه في بابل عن تنامي ظاهره التسرب من المدارس وعدم الالتحاق بالتعليم بلغه الارقام طبقا لبيانات رسميه معزيه الاسباب الى سوء المناهج التعليميه التي تصيب الطالب بالنفور وعدم وجود بيئة دراسية ملائمة متمثلة بالأبنية المدرسية المتهالكة وفشل التربية في احتواء الأزمة عدد المتسربين في مركز مدينة حلة أو في قضاء الحلة من 400 إلى 500 طالب بين ذكور وإناث عدد الأناث ضعف الذكور السبب الأول تأهيل المدارس أولاً عدم وجود مدارس في مناطق وخصوصا في الارياف، مما يستدعي البنت تترك المدرسه وفقا للعادات والتقاليد الموجوده في مناطقنا الريفيه. الشيء الثاني حقيقه المدارس غير مؤهله من حيث الصحيات ونقص في الصحيات. وكانت منظمه الامم المتحده للطفوله يونسيف تحدثت عن ارقام مخيفه عن الاطفال المحرومين من التعليم. بسبب الاوضاع المعيشيه والنزوح والصراعات المسلحه وهو ما اكده ناشطون حذروا من تداعيات هذه الازمه. الاسباب الماديه للاسره. بنفس الوقت الجهل الثقافي للاسره بعدم اهميه التعليم، العراق مر بحروب عسكريه كثيره. النزوح يؤدي ايضا الى تخلف الطالب عن الذهاب للمدرسه. بنفس الوقت عندنا الطفل هو نفسه اصلا ما مهيئ في بعض الاحيان لدخول المدارس. <applause> شيخ صباح الأسئلة <applause> اسال المرة بال يعني بروح شويه يعني مال سالفه صدام خرب التعليم يعني مشت يعني وهوايه و... 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 يعني ما ادري شو اقول يعني عليها بس يعني ادري اصحاب هاي الحجه اللي هسه رافعيها كل ما تقول لهم شبيه التعليم يقول لك مو صدام خرب التعليم اصحاب يعني الحجه الحكومات السابقه الابطال الوطنيين والمناضلين اللي جوي ايش ما عدلوا التعليم صار 15 سنه شنو حجتهم؟ المشكله الحقيقيه ان الذين يديرون عمليه التعليم والتربيه هم جهل حقيقيين في واقع التعليم والتربيه هذا الواقع الذي يجب ان نعترف به ان عمليه اداره التعليم وخصوصا نتكلم عن التربيه يعني كتربيه نجد ان عمليه التربيه هي عمليه تقوم بها الدوله مثل ما يذكر استاذنا الدكتور علي عباس مراد في كتاب الهندسه الاجتماعيه صناعه المواطن وصناعه المجتمع، مه. يجب ان تتولى الدوله مسؤوليه التنشئه والتربيه وحتى وصول الى الهندسه الاجتماعيه للمواطن، مه. اما اذا نجد الان الدوله تتملص من مسؤوليتها وتلقي بعض المتحدثين اذا استمعت لهم يلقون بتبعات ذلك على الوضع الاقتصادي وعلى جهل الاسره وما شابه من الاسباب التي تذكر وعدم وجود بنايات وعدم وجود صحيات، هذه كلها اعذار واهيه توضح حقيقه الفشل الذي وصلت اليه الدوله العراقيه واقول كدوله وحكومات متعاقبه ووزارات متعاقبه في التربيه حول وضوح كلمه التربيه وكلمه التنشئه، التنشئه الاجتماعيه والتربيه للطفل وللمواطن. فيما يتعلق بواقع التربية العراقي فيما يتعلق بالأطفال فيما يتعلق بالتلاميذ فيما يتعلق بالطلاب هذا كله دليل على أن من يقود مسيرة التربية في العراق هو جاهل حتى في أساليب التربية وفي أساليب التعليم أعتقد <applause> أن من كان يتذرع بحجه ان النظام البائد كان هو الاساس في تخريب التربيه كان لديك الان 14 سنه على سقوط النظام 15 سنه صارت م -م. 15 سنه انشات جيل منذ عمره ست سنوات الى عمره 21 يعني الان صار خريج من سنه سنوات دخول الاول ابتدائي م -م. الى 21 الان انت انشات جيل كامل المفروض م -م. هذا اللي يجب ان يكون الان المخرجين اللي حصلوا في هذا الزمن الحديث زمن ما بعد 2003 المفروض الان هم وفق نموذج معين صممته الدولة عبر المناهج الدراسية عبر البرامج التعليمية والتربوية عبر ثقافة واضحة تشترك فيها التربية والتعليم والثقافة والمؤسسات المجتمع المدني والإعلام والدولة تقود ذلك كدولة وليس كجهات سياسية حاكمة لكن هذا كل ما حصل ليش لأنه لم يولوا أهمية لعملية التربية وعملية التعليم المهم عندهم أنهم أولادهم يدرسون في الخارج عائلاتهم في الخارج وبالتالي يتعلمون احسن تعليم ويتعلمون احسن ويتربون احسن تربيه لكن اولاد الخايبه كما يعبرون في المثل الشعبي لا ذول يظلون يكذون الشوارع لو يبيعون علاليق لو يبيعون علش لو يمسحون سيارات هؤلاء في ذمه هذه الطبقه السياسيه التي جاءت من الخارج وتحكمت بنا الى اليوم الحاضر عن طريق عمليات تجهيل واضحه للمجتمع واقولها وبصراحه كانما هناك قصديه في تجهيل المجتمع بهذه الطريقة شيخ صباح وأنت تتحدث طبعا إحنا نعرض صور لأطفال حقيقة عشرات الأطفال هاي فقط في بابل يعني ممن يعني جميعهم يعني بحسب ما أكد لي الزميل ميثم جباني لا يعرف معنى لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف أيضا ولا يعرف شنو مدرسة يعني ولا مرايح للمدرسة يعني وتقارير اليونسيف تؤكد على ما يبدو يعني هذه الصورة تتفق مع ما تقول اليونسيف من أن التعليم في العراق يتراجع يضمحل صارت العملية التعليمية يعني مو يونسيف قال بس هواي عراقيين يقولون مخزيه في كل مستوياتها يعني هل يمكن ان تذكر لنا وزير تربيه دي. وزير تربيه تولى المسؤوليه منذ 2003 حتى هذا اليوم كان اهلا لل... للنهوض او على مستوى معين قادر على ان يعني يحافظ على جزء من المستوى التعليمي للطالب، ما نريد نقول يطور لان التطوير يعني صار حلم يعني كذبه كبيره. لا يمكن القول بان هناك وزير نجح في وزاره التربيه ابدا، لا في الحكومه الاولى ولا في الحكومه الثانيه ولا في الحكومه الحاليه. كل الوزراء اقول وبامتياز فشلوا في عمليه صناعه طالب وتلميذ وايصال مخرجات وايصال مخرجاتهم من الدراسه الاعداديه الى الجامعه بشكل نموذجي، اقول واكون وقد اكون مجازفا ان الكثير من القوى السياسيه بدات ان تتدخل في عمليه التربيه من خلال ايجاد المدارس الاهليه سواء كانت المدارس الابتدائيه او المتوسطه او الاعداديه، وبالتالي اصبحت المعايير في عدم اعمار المدارس الحكوميه وعدم ايجاد الاهتمام بالمدارس الحكوميه، اما ان الاموال تذهب الى او ان المطلوب ان يذهب المواطن باطفاله بابنائه الى المدارس الاهليه باعتبارها مصدر اخر من مصادر تمويل الاحزاب والشخصيات السياسيه طبعا من نعم. فقط الاحزاب. شيخ صباح هسه انا اذا يعني الله طالي شويه يعني قدره على ان اخليك وزير تربيه شو تسوي؟ لست مختصا ولهذا لن اتصدى لهذه المسؤوليه. لست مختصا انا لن اضع نفسي في موضع لست اهلا له. المفروض في القوى السياسيه عندما تاتي بوزراء يجب ان يكون هناك وزراء مختصين يعرفون في طبيعه التربيه وطبيعه التعليم وطبيعه كيفيه صناعه انسان وفق معايير معينه تنسجم وطنيا وتنسجم تربويا واخلاقيا، ما اعرف. ولا حزب موجود يعني ممكن ان يقدم مثل هذا الانسان؟ الأحزاب تكتب برامجها السياسية بعيدا عن روح ومنظومة الثقافة كثقافة إنسانية وثقافة ثقافة الدولة هذا مختصر عن برامجها شيخ صباح دعني أسأل ربما سؤالا أخيرا يعني حضرتك راح ترشح للانتخابات إن شاء الله سبحانه وتعالى عن من مستقل وراح تدخل ب... عن ائتلاف شخصية مستقلة داخل ائتلاف سائرون داخل ائتلاف سائرون ما هي حظوظ هذا الائتلاف يعني باختصار الامر متروك للمواطنين العراقيين في اختيار خياراتهم لكننا نعتقد ان هذا الائتلاف سوف يكون له حظوظ قويه باعتبار انه يمثل نموذج لطبيعه تحالفات عبرت الطائفيه وعبرت حتى الايديولوجيات العقائديه بان الكل ينضوي بغض النظر عن عقيدته ودينه وقوميته وانما يتجه الى وطن نريد صناعته واعاده بنائه واعماره. وفين ضيفنا ضيفنا الكريم الشيخ صباح السعدي شكرا جزيلا لحضورك معنا في هذه الحلقه من برنامج سبعه ايام نودعك على امل ان نلتقيك في حلقات اخرى مقبله كي ربما يعني نواجهك وبصفتك الجديده يعني كنائب برلماني لنكشف الكثير من الملفات مشاهدينا شكرا لطيب المتابعه انتظرونا في حلقه الاسبوع المقبل وملفات عراقيه جديده تقبلوا تحيات اسره برنامج سبعه ايام والى اللقاء